في إطار مكافحة جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها عبر إقليم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات، وبعد عملية ترصد وتتبع لشخص كان يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالأحياء الجديدة لذات البلدية، ضبط بحوزته على أقراص مهلوسة. أثناء مباشرة عملية التحري والتحقيق معه تم معرفة معلومات دقيقة للمتهم الرئيسي الذي هو محل متابعة مسبقة من طرف عناصر الفرقة، يشتبه في ترويجه للسموم من منزله العائلي. بناء على ذلك تم وضع خطة محكمة ليتم الإطاحة به رفقة مشتبه فيه ثالث، حيث أسفرت هذه العملية على توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 35 سنة، مع حجم مؤثرات عقلية مختلفة الأنواع قدرت ب 81 قرص مهلوس، وكمية من المخدرات قدرت ب 25.33 غرام من مادة الكيف المعالج، حجز أسلحة بيضاء، 4 حواتف نقالة، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 170 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج. سيتم تقديم المتورطين أمام نيابة الجمهورية فور استكمال التحقيق حول جنحة الحيازة، التخزين والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، جنحة حيازة أسلحة بيضاء. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.